بما يخص كأس كأس الكونفدرالية الإفريقية وقرعة دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا. كأس الاتحاد الإفريقي الدور التمهيدي الأخير للاتحاد المونستيري في مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي. الذهاب باش يكون في المغرب والعودة في المونستير. النجم الرياضي الساحلي ويونغ بوفالوس الإسواتيني، الذهاب باش يكون في سوسة والعودة في إسواتيني. النادي الصفاقسي في مواجهة اي سي كيغالي الرواندي، الذهاب في المهيري والعودة في كيغالي. اتحاد المونستيري يظهر لي في المواجهة الأولى في, 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 في الخبرة الأولى، وخلنا نقول أنا المرة الأولى اللي يوصل فيها للدور هذا الاتحاد المونستيري على مر التاريخ، يلقى آخر منافس قبل ما يوصل لدور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية، الرجاء البيضاوي المغربي. ما نصفتو جملة القرعة، أما كيف بشي أنا بور في المغرب في تينا كما لعبوا فيه طول اللي قبل الرجاء البيضاوي مسير عنده شانس كبيرة باش تعد، دونك ما مشي في الأخير باش تقعد مباراة أمير مسير كان تحب تتعدل. احنا كنا نعرفوا اللي في التور هذي باش يكونوا موجودين الجمعيات اللي تاعهم الشامبيونز ليغ اللي تاعهم رابط الابطال، واللي تاعهم رابط الابطال مش بيكونوا دي مورسو فاسيل، معناتها دي جرو مورسو اسامي كبار جينيرال مو سورتو بالعثره نتاع الرجاء. هو على الورق الرجاء اكيد فافوري كيو على الرجاء، معناتها دونك فافوري، ولكن مستير باللي دو تو اللي تعداو حسينا اللي فما ثقه ولات موجوده في الجروب على المستوى الافريقي. الاغلاط اللي صارت في التور الاول ما صارتش في التور الثاني، على اساس انه التور الاول ربح 2-1 بعد خسر، بعد خسر 2-1 ربح 2 بلاش ربي في مستير، بعد مشي خسر 2-1 في الاكستيريور، وكان الهدف كما قلنا في الدقيقه 98 وكان فما غسره كبيره وبرشا خسائر صاروا حتى في الجوار ضربت. المباراه الثانيه الاخيره هذه ضد الاهلي الليبي انتصر ثيم بلاشي بن جنات، ومن بعد مشى وحافظ على النتيجة وما غمرش ولعب لعب منيح، رغم اللي الأهلي الليبي ضيع ضربة جزاء في الدقيقة 66 اللي كانت سجلت كانت نجم تعاود تعيش مستير على عصابة لبقية المباراة، مع تقريبا 20 دقيقة كانوا موجودين كانت نجم صعب، ولكن في الآخر ناخذوا النتائج احنا اللي في الآخر مستير عملت ثيم بلاشي مستير في بن جنات، وعملت 0-0 في القاهرة ولا في مصر ضد الفريق الليبي. دونك حذاري المستير مش تكون مستير كانت تتعدى العقبة هذه متاع الرجاء البيضاوي باش تدخل معنويات كبيرة ياسر في دوري مجموعات الكاف، وتنجم تكونش معنويات عالية برشا على خطر انك تخرج من دوري ابطال افريقي المكان اللي عودنا عليه الرجاء المغربي يكون ديما متواجد فيه، وخاصه حتى كي نحكي على مستير انا راه مش نحكي على الرجاء. نسخه تحكي على مستير، قلت لك مستير كان تعدى التور هذا وتخرج الرجاء البيضاوي باش تدخل معنويات كبيره ياسر دوري المجموعات، وداش حتى تولي بريتوندون اللي الرجاء المغربي زاد المعنويات طايحه برشا، خاطر الفريق اللي اقصى الرجاء تونغيث السنغالي اول مره يتواجد في دوري مفاجاه ربي سبحانه حب المطر الطقس مش مش كره قدم هذيك اللي تكلمنا فيها. الرجاء عملت مستحيل نهارتها باش ما تلعبش مباراة، ولكن الحكم شد صحيح باش انه يلعب المباراة. نعرفوا صعوبة الرزنامة وكوفيد وبرشا ما شوية توخروا، والكاف ما عادش عندها توقيت باش تبدل، دونك على ذيك بدات الاربيتر اللي عطيه ريجيد في هذيك ومحبش يسيب المباراة تتعاود بالك شي من غدوة بري 24 ولا 48 بدات الكالندري يحكم، دونك شات فيها ضحية الرجاء. الرجاء قدمت مطلب انها تحاول تأجيل المقابلة، اعادة المقابلة، ولكن توا حسب مارينا قرعة صعيبية سمعتها ديجا كل شيء كل يد شادت اختها، وديجا عندها مباراة مسجلة ومريقلة وفيها موعد تاع اليورو تور ضد مستير، دونك الرجاء توا يلزمها تحط ساقيها على القاع وتفهم اللي صاي حلم تشامبيونز ليغ وفاء على غالب هذاك حكم ربي صار، معناتها بعد ساعات تيران ولا ظروف تحكم زاد اي بعد ساعات ملعب وارضيه ملعب ولا طقس يحكم في مستقبل جمعيه كامله وعام كامل، معناتها مش كما تلعب تشامبيونز ليغ تلعب الكاف، ولكن لازم ياخذ ديما تيتر، ياخذ ديما تيتر الكاف. الرجاء من فما في الكاف فما جمعيات ممتازين كيما سي اس اس كيما الاتوال، معناتها نحكي لك تو في التور هذا اللي نترشحوا كيما مستيرز هذا كيف جمعيات اسامي كبيره اللي تنجم تكون الكاف زادة في مستوى عالي ما تبعدش برشا على تشامبيونز ليغ. باهي نحكيو خلينا نحكيو على الفريق الثاني عبوده، حكينا على اتحاد المونستيري ولا المقابله الصعيبه، النادي الرياضي الصفاقسي كيغالي رواندي ماهيش تكون مقابله سهله زاده بحكم نعرفوا الفريق الرواندي هذا دائما ما كان يكون ويعمل مفاجات. تفكروا الموسم قبل الماضي كان قاب قوسين او ادنى من اقصى وقتها كازرتشيف الجنوب افريقي،
بون بحال هو كي تقول كايزر شيفس اللي هو مازال كيترشح اول مره في تاريخه زاد تشامبيونز ليغ ماهوش اسم كبير في افريقيا مير نعرفوه احنا خاطر في افريقيا دو سود من الاسامي نعرفوها كايزر شيفس ورونالدو بايرتس وغيره هذوما اسامي اللي نعرفوهم في افريقيا دو سود ولكن كايزر شيفس ما تقارنش بالنادي السويسري باغ اكزومبل خاصه في مسابقه الكاف اللي هي اكثر واحد تونون دو تيتر دونك ما نتصورش اللي كي قالي ولا جميع جمعية من رواندا مع كل احترامات رواندا وكل الجمعيات الافريقيه باش تكون عقبه معناتها ولا باش تكون امام النادي هذا السويسري امام النادي هذا السويسري اللي شانه شان الراجل بذاول مشكلة كلها باش تكون ما نصورش تكون تحذير بدني ولا تحذير تكتيكي ولا كات كادو ولا اللي غيره اكثر منه تكتيك تحذير ذهني كما قلت انت قبيل على الرجاء انك تطيح من تشامبيونز ليغ بشراب كاف ديما فما كشوت ومورالمون تبدا مكشم صحيح كما قلت ديما فما حاجه تحت في نفسيتك حاجه تمسك دونك هنا يلزم المدربين واللي واقفين على الملاعبيه نتاع سي اس اس يكون عندهم ديسكور واضح وديسكور يشجع الملاعبيه ويرجع لهم الجو عشان يلعبوا كومبيتيسيون اللي اقل بريستيج تقعد ديما كوب دافريك اقل بريستيج باش من تشامبيونز ليغ دونك يلزم التحضير النفسي يكون لما حاضر الموتيفاسيون تكون موجوده باش يلعبوا كوب دافريك هذايا وسي اس اس الا تو لي مويان باش انها تدخل دوري المجموعات ولا ما وتمشي لبعيد زاد علاش ليه تنجم حتى تهز معناتها صحيح ماهيش سي اس اس نعرفوها قبل فما برشا ولاد صغار فما برشا نقائص في اللاكس ناقصين برشا جوارات في اللاكس ولكن الزاد هذايا البشري بالوليدات الصغار ينجم يكون مستقبل السي اس اس ومستقبل السي اس اس باش توصل للتشامبيونز ليغ وتخم في التشامبيونز ليغ لازمك تعدى بالكاف بالوليدات هذوما باش ياخذوا خبره وعظم نتاعهم يكساح وينجموا حتى كي مره جايه تتعدى للتشامبيونز ليغ او موا تكون بريتوندون وتكون معامل تحذير مع النقائص الموجوده في النادي الرياضي الصفاقسي حاجه مهمه برشا مع النقائص الموجوده في النادي الرياضي الصفاقسي معناها انت خاصه هاني عمامه معناها اللي كان يعتمد على النادي الرياضي الصفاقسي برشا عبوده بحكم الخبره بحكم سرعه اللعب فنياته ما قلت لاكس فارغ زوج وريت من لاكس معناتها هنيد وعمامه تخسرهم الزوز هنيد خرج وعمامه راه ما عنده مشاكل معهم على اعاده توقيع ولا بكشي مش خالص والله عنده مشاكل اداريه وانتم اللي كانوا عارفين بالضبط شنو هي دونك الزوز كانوا من معناتها كانوا حتى في اللائحة الموسعة نتاع ليكيب ناسيونال راه كانوا لازم لاعبين اليوم ينجموا على الاخر يلبسوا زي المنتخب الوطني تلقاهم في ليل ونهار ماتش موجودين الزوز من با واحد قاعد فيهم هذا اشكال وهذا يمكن زاد اللي خلى السي اس اس ضد الامسيا زاد تخسر ثاني بلاش لبرا ورينا مشاكل دفاعيه كبيره للسي اس اس نهرتها وكان مع كل احتراماتي معناتها حتى الولاد الصغار الغرام مش خايب ماشي في 8 باب باش يكون مدافع ممتاز كما جا شفنا دحنين بوتيت دحمين بوتيت السي اس اس كان في ماتش ويتناش تخسرهم وبنتيجه اكبر معنا شفنا حتى مقابله العوده اللي تلعبت في الطيب المهيري صحيح فشل النادي الرياضي الصفاقسي في المرور رغم الانتصار ولكن دحمين زاد في الشوط الاول خلى النادي الرياضي الصفاقسي متمسك بالعالم تاعو انقذ برشا كور نحكيو على الفريق الثالث النجم الرياضي الساحلي يانج بافلوز بطل الاسواتيني يانج بافلوز اسم ما نعرفوش عمري ما سمعته سواتيني جمعية ماش ما عندهاش تقاليد رغم اللي نعرفوه أكثر مع ليكيب ناسيونال لعبت برشا مرات مع ليكيب ناسيونال في تصفية كوب دافريك ذالي وكوب دي مون سيت نتوري كلعبنا لها برشا مرات ولكن على الصعيد الإفريقي في دوري معناتها كيما هكا متقدم ما نتصورش معناتها جمعية اللي هي باش تكون يستهان بها ولا نحقروها بلغة الكرة وصلت الدور الأخير قبل أن تخرج دوري الجمعيات دوري المجموعات دونك مزوز دوار من كرة القدم الإفريقية خاصة من الفرق هذوما اللي يخوفوا ما يخوفوا معناها خاصة في ملعبهم في العام ما تعرفش ما عندك حتى معلومة لا تنجموا تفرجوا في المباراة والظروف لا نعرفوا شو يصير غاديك نعرفوا الطقس تو شنو في سواتيني عادي راي مطر تخبط ولا لوال من عند ربي بكش لو التيران من عند ربي خايب رغم اللي احنا تو في تونس ما عادش نجموا نذموا على الاخرين خاطر ما عادش نجموا نحكيوا عليهم تو فما من بعد ساعات اللعبه لجوارتنا كي يلعبوا لبرا من تونس اسهل لهم اللي يلعبوا في تونس وتيراني تخير في بعض البلدان نحكيها دونك نتصورش نجم الساري باش يكونوا عقبه كبيره هذيا ولا عائق كبير زاد كيف وكي سي اس اس يمكن هو اكثر درجه من سي اس اس على خاطر جمعيه يمكن اقل ما معروفه من جمعيه نتاع كيغالي نجم هذي الساحل يرينا اللي هو فما جرين تسارت في المباراة الأخيرة ضد المقاولون العرب ونزيد ونعود نقول اللي ضد المقاولون العرب زاد بعد ساعات ريت أمير حاجات
ربي سبحانه حاجات يعمل بالجمعية تطيح وحاجات زي يعمل بالجمعية تسهل لها ترشح. أنا نتصور لو كان سيف الدين الجزيري يلعب مقابلة لالي خاطر كانت نجم كانت نجم تكون مباراة أصعب في القاهرة كانت ولا في مرعش في تنفيذ حاسيلو في هم أربع أساسيين أصيبوا بالكوفيد وثلاثة احتياطيين رجعوا الكل في ورينا المستوى كيف بدل ورينا المستوى كيف طلعوا وطلع برشا كي رجعوا الأربعة هذوكم لتوا مش معناتها لهم قالوا العرب تسرق لها ترشح بالعكس لتوا لا ميريتي وحتى اللي بشعك على ضرب الجزاء الثاني ما يش واضح فما ضرب الجزاء تحرفت منها لتوال اللي كان داخل داخل ال 18 متر خرجها ليونكون جوج خاطر البيت القليل بطل دونك حاجه ترقى حاجه التحكيم موجود في المقابله التحكيم موجود ما ريناش حاجه ما ريناش الفريق المصري تظلم في حاجه ما ريناش نحاولوا كره من الشبكه ما ريناش عطاو لتوال معناتها ضربه جزاء ولا سهلوا له بالعكس لتوال كانت عندها ضربه جزاء خرجوا هي ولات كفران على لكم نقطة ماركة ومن بعد ضربة الجزاء هذيك خمسة ماشي أنا شخصيا كي تفرجت ضربت في وجهه ومن بعد اسكو ما استفيد واسكو ما استفيد ركبته أكيد اللي هي أقل وضوح 60 مرة على ضربة الجزاء اللي ضربوا فيها داروين غونزاليس دونك لتوال لعبت بطريقة باهية ذكية كوليبالي مونسيون تري بيان للملاعب هذايا اللي ماركا دوبلي واللي جاوب على الكريتيك اللي صاروا الجمعة اللي فات بعد التصريح نتاعو اشو اللي عملوا في رادس اللي برشا من الملاعبين القدامى في تونس ما عجبهمش التصريح هذايا عجبني الملاعب هذايا على خاطر ما جاوب حتى حد ما قال حتى شيء طلب السماح قراكم فهمتوني بالغلط وجاوب مع التيران وريناه ماركا البطوله بس الشعار شد روحه ما نحاش المريول ماركا الثاني نحى المريول وخذا صفره والحمد لله كان نحى في المره الاولى الثانيه روحه حمراء دونك نشوفوا توا احسن هدف النجم الاسيالي من اللي بدات الموسم هو كوليبالي قاعد يبرر في الصفقه نتاع الاطوال هذيا اكيد ديو ديبا بعد ساعات المردود ما يكونش ممتاز ولكن يمكن بالكات كات دو اللي يلعب به جيرفان فييرا تو ويلعب في زردو مع كوليبالي القالم يسحات كوليبالي باش انه يسجل وباش انه يلعب خير وزردو لاعب ممتاز في سقي النجم يعاونوا برشا كهو ذاش نجم نقوله معناتها حاجة الوحيدة بتاز مونسيون تري بيان للسيف الدين الجزيري اللي هدف سجل هدف ممتاز في بويسونس في فيتيس في تكنيك نين البويسونس من الاول مع كوليبا مع كوناتي معناتها كيفاش كوناتي حتى حب يعمل عليه فوت ما نجمش هم نعرفوا كوناتي ما شاء الله طول وعرض ولكن ورر البويسونس بتاعه الفيتيس ومن بعد بجيس تكنيك فسخ مش بغطاس صدم بن عزيزة اللي هو ما يجيش في المستوى ذي صدام بن عزيزة تعطي بالضرب جوهر اللي هو عم بيك فان صدام بن عزيزة من أحسن المدافعين اللي كانوا موجودين في تونس تاو يمر فترة فراغ نحبه مش منطوي ذي عنده جمعتين ثلاثة مش بريودة ذي مش البارح معناتها بريودة ذي عنده أغلاط من طرح سليمان هو يعدي في مباريات ماهيش ولا بد وكان ورانا وعودنا بمستوى خير وخير برشا دونك يزمو يرجع روحه شوية ويركز أكثر في الـ في الـ في الـ في المباريات خاطر الإطوال مستحقة الصدام العزيز اللي هو الوحيد اللي خاطه في اللاكس واللي نجم يعاون وإلا يأطر الملاعبية الصغار اللي خادين يعملوا عليهم الإطوال كيما الحرابي كيما غيره مازال بها الدين سلامي تو يرجع دونك الإطوال كو دي بون شوز للفيتور والمستقبل المهم تكون فما كونفيونس ويلعبوا بالطريقه اللي كلهم عليهم المدرب قاعد يخدم في خدمته برشا عباد قاعده تلوم على المدرب ولكن المدرب عنده درجين من جيل تونس عنده درجين من معناتها فوسون دو دير درجين ما عندوش برشا وقت ويلعبوا كل نهارين ثلاثه دونك وقتاش باش يطبق وقتاش باش يبدل مازال الوقت عبوده مازال عنده الوقت المدربين جدد اللي قاعدين يجيو الجمعيات الكل ماذا بينا كان نرحموهم شويه خليهم يخدموا على روحهم خاطر ماش وقت باش انك تطبق وتبدل فيه نمشي لدور مجموعات دوري ابطال افريقيا المجموعه الاولى الاهلي المصري فيتا كلوب الكونغولي سيمبا يونايتد تنزاني المريخ السوداني المجموعة الثانية مازيمبي الكونغولي سان داونز الجنوب أفريقي الهلال السوداني وشباب لوزداد الجزائري المجموعة الثالثة الوداد البيضاوي المغربي حورية كوناكري الغيني بيترو أتلتيكو الأنغولي كازر تشيبس الجنوب أفريقي المجموعة الرابعة الترجي الرياضي التونسي الزمالك المصري مولدية العاصمة الجزائري وتونغيث السنغالي منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا باش تلعب تبدأ تنطلق من 12 فيفري القادم من نهار 12 فيفري وتوفى بالجولة السادسة نهار 10 أفريل دونك شهرين باش يكون فيهم ستة مقابلات نعرف الرزنامة والكوفيد الترجي الرياضي التونسي عبودة ضد الزمالك المصري مولدية العاصمة الجزائري وتونغيث السنغالي هذا ذلك خذيه ما أحسن ما فهمه بتدر الزمالك توا تمر بفترة فراغ إدارية ويمكن فما جوهرات لكن على على الجانب المحلي أربع مقابلات في المركز الثالث في الزمالك ما لعبتش حتى المقابلات اللي كتشوف أنت فريق الجونة المصري ومتصدر البطولة المصرية حاليا بعد مرور خمس جولات تعرف اللي
فما خلل. لا لا، ما زلت امور محسمه. الزمالك صحيح يمر فتره فراغ كبيره، ولكن يقعد كذلك الزمالك المصري يعني مش فريق هاي. العرب اليوم كنا قبل الاخر قدام نقسم المباريات زيادة، ما زلت داخل بعضها زي ما نهارت كل الجماهير كل تخلط لعب جدينا بورتو 6 ماتشات و5 ماتشات نتاعها كل بعضها. تو نشوفوا كل واحد وين بالضبط مستواه، ولكن الزمالك باش يقعد مباراه صعيبه على الترجي، مباراه وعلى الزمالك زاد اي نحكيوا على تو قد مواجهه شوك. يقولوا صعيبه على الترجي باش تكون صعيبه على الزمالك خاطر دربي والزمالك واخده شويه الهف سيكولوجيكمون، وفي المواجهات الاخيره نذكروا سوبر كوب، نذكروا التور اللي عملناه واللي تاع بيه انتصار في مصر، انتصار الترجي في ولكن قصد الترجي الرياضي التونسي جات الفينال قبل معناتها فما انا سوندون سيكولوجيك صغير وانا سوندون على الريزلتا ديرنيير مو الزمالك على الترجي، ولكن نعرفوا اللي الترجي بشي راهم صفوف. الترجي لعب بالنار زاد مع الاهلي بنغازي، الترجي نخست وبونت نحبوا نكرو، رغم اللي الخنيسي قاعد يعمل تحسوا اللي فما ايفور كبير من الخنيسي باش يرجع المستوى، ولكن ماناش قاعدين نراو في الخنيسي الهداف. الخنيسي توا مباراه الاخرى تحرك برشا، عمل بوكو دابيل، جاب ضربه جزاء، عدى اول باس البرمضان اللي سجل به الهدف هدف ثاني، وحمد لله وقت برمضان سجل فيس على هدف ثاني بعد بضع دقائق سجل هدف ثاني. برشا عباد رجع حطت اوندوت البريستاسيون تاع الترجي في المباراه هذيك، وحتى معين شعباني كالعاده ديما فما مشكله مع معين شعباني، رغم اللي كي نجي نشوفوا المباراه الشوط الاول ممتاز من الترجي التونسي، وكان معين شعباني بطل والناس الكل فرحانه. الاسبيرونس لعبت على اليمين على اليسار، شتي كان في فورما، نقاس كيف كيف اقل شويه، لوني قبل ما ياكل الضربه ويخرج ويعاود يرجع كان ممتاز. الثلاثي هذاك ما نحكيوش عليه برمضان، وخاصه خلينا نحكي دور مجموعات اي نحكي لك. دونك من بعد صارت غلطه من شتي فردي اللي صعبت تطرح، دونك هنا يلزم جمهور الترجي يخلي الشعبان يخدم على روحه، ويلزم يخمو خاصه تو في الميركاتو اللي باش يحل دونك كيلكو جور اقل يكون حتى جمعتين ولا قداه اللي باش يحل هذايا. يلزم الترجي التونسي تخدم النقائص نتاعها خاصه البونتا، ويلزمها ملاعبي. انا برشا عباد يقول لك يلزمها ملاعبي صانع العاب ورا خاطر الخنيسي قوت، ويقول لك قبل كي كان فما سعد بقير وبليلي وكل شيء اللي يخدموا له ويعطيوه وكل شيء، دونك هذوما ما نجموش يعوضوهم. رغم اللي انا نقول حتى لو كان من الترجي ما تشريش صانع العاب كي بقير، نجم تقدم، وهذا رأسي رأيي الشخصي، نجم تقدم برمضان. أنا برمضان كل مرة يقرب أكثر لديزوي متر يكون حاسم ويسجل، ريناه ضد بنقردين، هو ضد بنقردين الهدف اللي سجله خاطره كان قريب للديزويت وعمل خدمة فردية وسجل هدف باليسار. كيف ضد أهلي بنغازي كان بعد الديزويت لعب مع الخنيسي اعطاه تسديده سجل. لو كان نتصور ينجم بالرمضان يكون هو في التريونغل نتاع الثلاثه اللي قاعدين يلعبوا الشعليلي وكوليبالي هو المقدم. مش حل اخر، ما عندك حتى حل. لكن ما تعملش ريكروتمون، لا تنجم تعمل ريكروتمون. ريكروتمون ما تنجمش تقصي اليوم بالرمضان او كوليبالي او غيرها ثلاثه مع بعضهم في وسط الميدان يقدموا في ما نساوش الزاده. مانيش نشوف فيه اشكال عبودان. اشكال هذاك هو الاشكال. انت وقت اللي عندك كان باش تشري واحد تكون تنحي فوالا، وبخلاف هكاك انت عندك على دكه البدلاء عندك بن غيث، عندك فادي بن شوق موجود زاده، دونك موجود الاسامي حتى عندك دكه البدلاء، وعندك اللي طلع بوغو اللي طلع جديد من اللي يلعب مع الترجي التونسي مقابله واحده. لا هذاك ما يلعبش كيما يلعب كيما كوليبالي كيما كولي اي ستة. لا نحكي انا عرف لاسولي كل ملاعبي في كل بوست. كلامك صحيح، كان جي معين شعباني يخمم كيفك. معين شعباني مقصي شو اسمه فادي بن شوق ماهوش في لي بلون تاعو، جب معناتها ميم با يغزل ماهوش في مخه باش يدخل ويلعب. شو صار بتيتولير ديجا بعيد ياسر راك. وبن غيث يمكن غضبان عليه خاطر تاح مستواه، ما عنده توا عام ولا قد ايه، ولكن هكا دخلوا فيه وضيع فرصه كان نجم يعاود يكتب اسمه. ضيع فرصه سهله، جاته فرصه بعد ساعة ربي يعطيك فرصه كجوار انت طايح شويه باش انك كان تسجل هدف هذاك يولي ايرو يولي في حسابات المدرب تحب يلفا سامبوزي وقت بطبيعه هدف الترشح وبعد التغصبير هذاك سجلوا ملاعبي اللي هو يستحق كل خير واللي هو قاعد علي مرزوقي قاعد في هذا اللي قاعد ياكد برشا عباد شكت خاصه من جمهور الترجي شكوا في الانتداب هذايا. ملاعبي عنده براتيكمون عام مرتاح ما لعبش وكل شيء، ولكن اللاعب هذا ظهر اللي كيبدا عنده كوره في ساقيه ماتشويت معناتها وحاضر فيزيكمون ينجم يكون يعاون برشا في الترجي ويلعب في بوكو بوست، يلعب على اليمين على اليسار يلعب ورا الاتاكون يلعب اتاكون دور كي ماركا مير، وانت تعرف خرج خنيسي هو ولا بونتا بلوز وموا، دونك ينجم يعبي لك الاماكن نتاع الاتاك الكل. اش تحب اكثر من هكا؟ دونك كيما قلت الركروتمون ينجم يكون حل، ولكن من بعد باش توحل في شكون باش تخرج من العباد اللي قاعده تلعب، والا باش تظلم شكون اذا عملت ركروتمون يلزمك يلزم هذيك كره القدم. بعد امير ذاك يا عليف اللي يستحق لها المدرب يحكم، بعد ساعات يكون عندك بزيد خير من اللي ناقص،
كما توا قاعدين يتعاقدوا قاعدين ترجي قاعده تتفاوض مع اريير جوش اترونجي قدر كان يلعب في ام ال اس في قبل في كان في امريكا ذلك ولا ما نعرف قريت المدافع الليبي لا لا مش ليبي لا مش ليبي واحد اخر بارامو كان يلعب في الام ال اس ولا ما نعرف حسيت انطوني كارير جوش لا عليك كان في ارير جوش بتقول لك انني فما مع لا ارير جوش قاعد تتفاوض مع تو الترجي هذا التونسي هي ونادي الرضا الصفاقسي ارير جوش ليبي لا عليك في واحد اخر انا نحكي عليه بارتون دو برينسيپ ولا دو لا دوني اللي هما اللي هما يحكيوا على ارير جوش هذا يقول خير فما شتي فما بن حميده فما ربيع يقول لك فما حتى خليل شمام يقول لك علاش ولكن زاد يقول لك ابريتو المستوى نتاعو كل خليل شمام تنجم تكون تعمل عليه تضرب كبر في العمر وينجم يكون معاش الاداء ولا هو يخمم فيه اون طون كاكسيال مش خمم فيه ارير جوش دوك خرجوا من حساباته ربيع انا بيريود مريناش كيف يلعب كل ما هبط ربيع وينجم كرتونات ولا اصابه زاد تحكم في 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 جهه صحيح نتفكروا نتفكروا نهائي دوري ابطال افريقيا 2012 ترجي ضد تونس ضد الاهلي المصري وقت سامح الدربالي حمراء وهاريسون افول زوز بطاقات صفراء لعب بالزويغي على اليمين اريد الوقت وقت نبيل معلول على خاطر ما فماش اريير في الوقت هذاك دونك ما نتصورش اذا الاعتماد اليوم على اريير ولا غير ولا انه كل ما كل كل بوست يكون موجود فيه ثلاثه ملاعبين ما تصورش حاجه غلطه اذا خاطرك اذا انت تحب تلعب على بطولات ما هو جوست هي ماهيش غلطه راه كان انت وخاصه انك تعرف اداره الترجي عمرها ما تجي انت دايب وهي مش عارفه ولا مش محاكيه مع المدرب ولا مش عامله بلان ولا مش عارفه نقائصها ولكن زاد كي تولي يا امير انا شنو يمكن الفيتو الوحيد اللي عندي في كم شيخذوا ملاعب نجمش تاخذ زوز اجنبيين غير قوش يسري حتى دي الاجنبي تدي ديجا خرجت وترى خاطر تبكس في اجنبي انت وترى ما استحقوش تو ترجي مش حاجه في وترى علي خرجت وترى على خاطر فما كوتا تاع اجنبي عمل شوا في الاجنبي معناتها انا تو بعد اللي ريت هذا عاد كان خرجت بالغيط وقعد وترى خير صح ولا غلط معناتها انت تفركس على بونتا وكان عندك وترى برشا حاجات بعد ساعات يزم واحد يريفيزيهم ولكن تزيدني انت توا تزيد واحد ارير جوش اليوم هو تونسي بزيد كوتام تاع حتى بعد اللي ما راش بعد ليبي بتدري تحسب على كذا تحسب مغاربي ما تحسبش اي بتدري هذيك زاد حكايه اخرى ولكن بجيب ارير جوش لكن تظلم زاد هنا اليوم تظلم في برشا تونس معناتها انت كتشوف عندك كتشوف عندك ولدك محمد امين بن حميده موجود هبط في زوز مقابلات قدم مقابلات محترمه جدا فما خوف صحيح الرهبه موجوده ملاعبي صغير يمكن ما استنش بالمقابلات الكبار برشا ولكن يقعد معناها يقعد الترجي ديال تونس ويقعد حسب الموزوز مقابلات شفنا ما تنجمش تحكم على ملاعب موزوز مقابلات ولكن زوز مقابلات شفناهم مع عبوده قدم مباريات ركز فيهم معناها ملاعب يركز ما نجمش واحد يقول السيد هذايا ما كانش في المستوى لاباس لا هو اقوى ملاعب في البارتي ولا اخي ملاعب امور واضحه اللي لازم مالي بلاصتو صحيح ملاعبيه ذوما امير يلزمهم يلعبوا راه ما تدي زاد تقول لي تخلي لي بن حميد عام كامل يتفرج من البنك من بعد جي دومي فينال شت ياخذ 0 ما يلعبش تبع بن حميد شنو طالب منه زاد هذا ما يسيل الحكايه راه ما تبعت ساعات لازم لونترنير زاد يعمل حساباته فما ماتشات كيما عمل التورنوفر نتاع ويعطي الصحه مهم شافين عمل التورنوفر في بنكردان ولعب جوريت باش يفهم زاد ويقف وياخذ تدريبات حاجه ومباراه وديه حاجه ولكن مباراه رسميه حاجه رسمية يظهر كل شيء ضد اتحاد بنكردان في بنكردان زاد قويه برشا خاصه ان الترجي ماهيش ماكل ديما تمشي وتربح من 2017 ما ربحتش في بنكردان في بنكردان هنا مسكيه من معين اللي نجم يقف على حقيقه امكانيات ملاعبيه اللي هو يخم اللي خاطر كي تلعب كل نهارين كل ثلاثه كل اربع ايام ولا ترى في 10 ايام اربع مباريات ولا ثلاثه مباريات لازمك تخمم باش تعرف تقف على قيمه البنك بتاعك ريالمون في ماتش اوفيسيال وذاك اش عمل معين في مباراه بنكردان نتمنى التوفيق للترجي الرياضي التونسي في مجموعته في دوري ابطال افريقيا كل التوفيق للنجم النادي الصفاقسي والاتحاد المونستيري كذلك انهم يمشيوا لدور مجموعات كاس الكونفدراليه الافريقيه